صباح الفل يا نهوان، طبعا برحب بيكي وبالتاكيد برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده طبعا من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يمكن حاليا متواجد داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن طبعا خليني ابتدي معاكي كالعاده طبعا باخبار الفريق الاول لكره القدم طبعا تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. يمكن خليني اقول لك انه طبعا من بعد يعني مباراه شباب لوزداد الجزائري طبعا بالنسبه لي فريق النادي الاهلي واللي كانت مقامه طبعا في الجزائر والجوله الرابعه من دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا، يمكن طبعا المباراه اللي انتهت بالتعادل السلبي ما بين النادي الاهلي ونادي شباب لوزداد الجزائري. يمكن الكارم مارسيل كولر طبعا ان هو يريح راحت يعني جميع اللاعبين في فريق النادي الاهلي لمده 48 ساعه. يمكن طبعا الفريق ريح يوم السبت ويوم الاحد، والنهارده ان شاء الله الفريق هيرجع ويستنى في تدريباته مره اخرى على ملعب مختار التيتش ان شاء الله. يعني التدريب هيكون التجمع هيكون الساعه 10 والتدريب هيكون الساعه 11 على أرضية الملعب. ده طبعا بالنسبة لفريق النادي الأهلي إن شاء الله يعني كمان شوية التمرين هيبتدي الساعة 11 بالظبط بالنسبة لجميع اللاعبين. طبعا ده هيكون في إطار استعدادات الفريق إن شاء الله للمباراة اللي جاية واللي هتكون المباراة في الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وإن شاء الله هتكون مواجهة فريق مديمة الغاني. طبعا دي المباراة القادمة اللي إن شاء الله هتقام يوم الجمعة القادم وهتقام في تمام الساعة 6 مساء طبعا بتوقيت القاهرة في غانا. يمكن إن شاء الله النهاردة الفريق زي ما قلت هيستأنف تدريباته، وبكرة كمان إن شاء الله عندهم تدريب هيكون التدريب صباحي، وبعد كده إن شاء الله الفريق يعني وبعثة فريق النادي الأهلي بالكامل هتتجه لمطار القاهرة الدولي طبعا عشان يبداوا رحلتهم لغانا ويسافروا طبعا من القاهره لغانا. ويمكن الفريق يعني ان شاء الله هيسافر قبل المباراه ب 48 ساعه. يمكن طبعا ظروف المباراه او اجواء المباراه طبعا مختلفه عشان كمان المباراه هتكون في غانا، فيمكن قرر طبعا يعني بعثه فريق النادي الاهلي ان هم يسافروا قبل المباراه ب 48 ساعه. فان شاء الله بكره السفر هيكون يوم الثلاث بالنسبه لفريق النادي الاهلي، والمباراه هتكون يوم الجمعه طبعا. وان شاء الله يعني كل ده زي ما انا قلت هيكون في اطار استعدادات الفريق للمباراه القادمه ان شاء الله في بطوله الدوري ابطال افريقيا. ده طبعا بالنسبه لفريق كره القدم. خليني بقى اروح طبعا لجميع الالعاب الاخرى وابتدي طبعا معاك يا نهاوند باخبار او يعني بالامور الخاصه بفريق الاول للكره الطايره رجال طبعا تحت قياده مستر فرناندو المدير الاسباني المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. يمكن ان شاء الله النهارده الفريق عنده مباراه مهمه في الدور الثمانيه من بطوله الدوري العام للكره الطايره. يمكن طبعا شفنا الفريق يعني من يعني منذ ايام طبعا كان عندهم مباراه مع نادي شرقيه للدخان او ايسترن كومباني في مرحله تصنيف المستوى في بطوله الدوري. ويمكن بعد يعني مرحله تصنيف المستوى كان في زي قرعه طبعا ما بين يعني جميع الفرق في المستوى الاول والمستوى الثاني. طبعا النادي الاهلي كان هو في المستوى الاول، ويمكن القرعه دي تمت ما بين جميع الفرق اربع فرق في المستوى الاول واربع فرق في المستوى الثاني. ويمكن القرعه طبعا يعني شفنا انه بعد ما تمت القرعه من قبل طبعا الاتحاد المصري للكره الطايره النادي الاهلي هيواجه ايضا للمره الثانيه نادي شرقيه للدخان او ايسترن كومباني في الدور الثمانيه من بطوله الدوري العام للكره الطايره. طبعا خليني افكر الساده المشاهدين انه دور الثمانيه بتقام ب يعني نظام البلاي اوفز، ده بالنسبه لي طبعا فريق كره الطايره. يمكن البلاي اوفز طبعا يعني النادي الاهلي هيلعب ثلاث مباريات مطالب منه ان هو يفوز في مباراتين من اصل ثلاث مباريات طبعا للضمان للتاهل للنصف النهائي من بطوله الدوري العام للكره الطايره. ويمكن النهارده ان شاء الله يعني اول مباراه في مرحله البلاي اوفز هتكون بالنسبه لفريق النادي الاهلي والشرقيه للدخان. النهارده اول مباراه وهتقام في تمام الساعه 6 مساء على صاله الشرطه. يمكن دي اول مباراه، وتاني مباراه ان شاء الله هتكون يوم الاربعاء ولكن هتكون في تمام الساعه 8 مساء وايضا على نفس الصاله صاله الشرطه. وبعد كده ان شاء الله يعني النادي الاهلي لو فاز في المباراتين دول يعني ما فيش حاجه طبعا للمباراه الثالثه، هيتاهل يعني مباشره لدور النصف النهائي من بطولة الدوري العام لكرة الطائرة. لكن النهارده إن شاء الله كمان خليني أقول لك إنه قبل المباراة نادي الأهلي أو فريق النادي الأهلي الماسترز هيتمرنوا الأول على صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، وهيكون تمرين صباحي او تمرين خفيف طبعا بالنسبه للماسترز. يمكن قرر مستر فرناندو انه الفريق طبعا قبل كل مباراه ان هم يتمرنوا الاول يعني تمرينه خفيفه تمرينه صباحيه عشان يستعدوا للمباراه بشكل اكبر، ده بالنسبه لفريق الماسترز. كمان خليني اقول لك انه فريق يعني فتيات الذهب او فريق السيدات الطايره طبعا يمكن يعني النهارده هم او من امبارح يعني هم سافروا لمدينه الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق عشان بكره ان شاء الله عندهم مباراه مهمه في بطوله كاس مصر. يمكن دور الثمانيه من بطوله كاس مصر هتكون امام نادي
نادي سبورتنج. يمكن ان شاء الله المباراه دي هتقام بكره ان شاء الله في تمام الساعه 6 مساء وهتقام على صالة نادي سبورتنج، وده الدور الثمانية زي ما قلت في بطولة كأس مصر. يمكن الفريق بيستعد بشكل قوي جدا، والنهارده ان شاء الله هيتمرنوا اخر تمرينة طبعا قبل مواجهة نادي سبورتنج بكره ان شاء الله في دور الثمانية من بطولة كأس مصر. كمان خليني اقول لك انا هواند انه رجال كرة اليد وتحت قيادة مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي، يمكن بعد مباراة يعني شفنا طبعا كلنا مباراة قوية جمعت ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في صالة الشباب والرياضة في مدينة السادسة من اكتوبر. شفنا مباراة يعني طبعا صعبة ما بين الفرقتين، يمكن طبعا فريق نادي الاهلي وفريق نادي الزمالك في المستوى وفي الاداء طبعا متقاربين جدا. شفنا مباراة صعبة وتألق العديد من اللعيبة، ولكن طبعا انتهت المباراة بفوز نادي الزمالك بفارق هدف واحد. يمكن طبعا نادي الاهلي ونادي الزمالك تعادلوا في الاواخر او في الثواني الاخيرة طبعا من المباراة، فاضطروا ان هم طبعا يروحوا لركلات او لضربات جزائية، خمس ضربات جزائية، ويمكن تفوق فيها نادي الزمالك يعني بنتيجة خمس رميات مقابل أربع رميات بالنسبة للنادي الأهلي، فانتهت طبعا المباراة بنتيجة 29-28 ده لصالح نادي الزمالك. يمكن الفريق طبعا ريح لمدة يعني يوم واحد 24 ساعة، وبعد كده مستر ديفيد ديفيز قرر ان الفريق طبعا يرجع ويستني تدريباته مره اخرى. يمكن بعد كده يمكن بيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي، طبعا عندهم مباريات كتيره قوي الفتره القادمه في بطوله الدوري. يمكن المباراه القادمه ان شاء الله هتكون بكره امام نادي البنك الاهلي، وهتقام في تمام الساعه 8 مساء في صاله قوات المسلحه، وبعد كده ان شاء الله هيكون عندهم مباراه امام سبورتنج في تمام الساعه 4 عصرا، ودي هتكون يوم الجمعه هنا في مقر نادي الاهلي بالجزيره على صاله الامير عبد الله الفيصل. وبعد كده ان شاء الله هيكون في زي يعني انترناشنال ويك او في توقف دولي لمده اسبوعين، وبعد كده الفريق هيرجع تاني ويستأنف يعني تدريباته وجميع مبارياته ان شاء الله ومواجهاته في بطولة الدوري العمومي لكرة اليد رجال. كمان خليني اقول لك انه طبعا يعني هواند فريق كرة اليد سيدات يمكن طبعا تحت قيادة الكابتن محمد عادل زولا كان عندهم يعني توقف دولي ايضا لمدة شهر او اكتر من شهر، كمان يمكن بكره ان شاء الله هترجعوا تاني للمواجهات والمباريات في بطولة الدوري. يمكن بكره ان شاء الله يعني يوم الثلاث ويوم الاربع والخميس عندهم ثلاث مباريات ورا بعض، ثلاث مباريات متتاليه في المرحله الختاميه لدوره المجمعه الاولى من بطوله الدوري العمومي لكره اليد سيدات. ويمكن ان شاء الله اول مباراه بكره هتكون امام نادي سموحه وهتكون الساعة 2، وبعد كده يوم الأربعاء إن شاء الله هيكونوا مع نادي شمس الساعة 8، ويوم الخميس مع نادي الزمالك الساعة 8. ويمكن كل المباريات دي أو ثلاث مباريات دول طبعا في المرحلة الختامية لبطولة الدوري العمومي لكرة اليد هتكون كل المباريات دي على صالة واحدة وهي صالة نادي الشمس، وبعد كده إن شاء الله هيبدأوا المرحلة أو الدورة المجمعة الثانية في بطولة الدوري العمومي لكرة اليد سيدات. ودي طبعا أول مباريات بعد التوقف الدولي اللي طبعا يعني كان لمدة شهر ونصف بالنسبة لفريق كرة اليد سيدات. كمان خليني اقول لكم انه طبعا من بعد بتاكيد مباراه يعني الاهلي وسبورتنج لكره السله سيدات، طبعا فريق كره السله سيدات تحت قياده الكابتن طارق خيري، يمكن طبعا اخر مباراه بالنسبه لفريق كره السله سيدات كانت اخر مباراه في او دي كانت ختام يعني الدور الاول من بطولة السوبر أو دوري السوبر لكرة السلة سيدات، يمكن أو آخر مباراة وختام طبعا المرحلة الأولى أو زي ما بنقول دور الذهاب بالنسبة لسيدات كرة السلة. يمكن شفنا طبعا يعني كلنا المباراة دي كانت في مدينة الإسكندرية على صالة نادي سبورتنج، وانتهت بفوز نادي سبورتنج بفارق 6 أهداف أو 6 نقاط طبعا بالنسبة لنادي الأهلي. يمكن طبعا النتيجة كانت 82-74 لصالح نادي سبورتنج. أيضا قرر كابتن طارق خيري نهاوند إنه يعني يريح جميع لاعبات النادي الاهلي لمده يعني 48 ساعه، وبكره ان شاء الله هيرجعوا تاني ويستأنفوا تدريباتهم على صاله الشهداء داخل مقر النادي عشان بعد كده يستعدوا ان شاء الله بدايه يعني الدور الاياب والدور الثاني من بطوله دوري السوبر لكره السله. فان شاء الله اول مباراه بالنسبه لسيدات كره السله هتكون امام نادي الزهور يوم السبت القادم، وهتقام على صاله نادي الزهور في تمام الساعه 6 مساء. طبعا يمكن بكره ان شاء الله هيبتدوا استعداداتهم، ويمكن طبعا في العديد من الغيابات بالتاكيد في فريق كره السله سيدات، ولكن ان شاء الله يعني بنتمنى طبعا يمكن من اهم الاصابات اللي موجوده في صفوف فريق النادي الاهلي رنيم الجداوي، يمكن طبعا شفنا يعني في مباراه سبورتنج افتقدناها بشكل كبير جدا، ان شاء الله يعني هتكون متواجده الفتره القادمه في التدريبات الجماعيه، وان شاء الله ان شاء الله يعني مع بدايه الدور الاياب بالنسبه لفريق كره السله سيدات هتكون متواجده في المباريات القادمه مع فريق النادي الاهلي. كمان خليني قبل ما اختم
طبعا اخبارنا النهارده. خليني اقول لك يا هواند انه طبعا بخصوص زياره يعني مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب لنادي الزمالك، وطبعا تلبيه يعني دعوه نادي الزمالك يعني لزياره نادي الزمالك في 100 عقبه، وطبعا ده يعني حرصا على طبعا يعني العلاقه الكبيره طبعا ما بين يعني ناديين كبيرين في مصر، طبعا من اهم الانديه في مصر النادي الاهلي ونادي الزمالك. يمكن طبعا زياره الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي يعني زي ما بنقول اكيد يعني حفاظا على العلاقه التاريخيه والعلاقه الراسخه والوثيده طبعا ما بين النادي الاهلي والنادي الزمالك. يمكن خليني اقول لك انه مجلس اداره النادي الاهلي يعني لسه حاليا متواجدين داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، يمكن كمان شويه يعني هيتوجهوا هيتحركوا ان شاء الله لنادي الزمالك في 100 عقبه لزياره نادي الزمالك. فيمكن طبعا يعني كمان شويه هيتحركوا زي ما قلت لك، ولكن هم حاليا لسه متواجدين داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن دي طبعا يعني هواند كانت كل الاخبار متعلقة بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاك يا هواند لو في اي سؤال، ولا انا عاوزه مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك، اتفضلي. انا هاخد من اخر موضوع اتكلمتي فيه اللي احنا بدانا طبعا الحلقه بهذه الزياره، كويس ان انت كمان بتطلعينا على الكواليس ان الزياره هتتم دلوقتي او يعني بيتم الاستعداد ليها، فاكيد امر محترم جدا وبتدل على العلاقه الوطيده اكيد بين اكبر ناديين تقريبا في مصر. شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزه سالة حمد على هذه